افتتح السيد خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مصنع عالم العناية الصناعية لتصنيع المواد المعقمة والمطهرة، وذلك بالإنابة عن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة. عالم العناية الصناعية مصنع بحريني بدأ مشواره في عالم صناعة المعقمات والمطهرات ليؤكد للعالم على أن مملكة البحرين تمضي قدما وتعمل بجد لتنمية المشاريع الاستثمارية واستقطاب المصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقرا رئيسيا لأعمالها بما تقدمه الحكومة الموقرة من تسهيلات وامتيازات للمستثمرين، والتي تنسجم مع الرؤى والاستراتيجيات الهادفة وبالشكل الذي يعزز من موقع البحرين الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة، إلى جانب الحرص على ضمان سلاسة عمل هذه المشاريع ضمن بيئة صناعية صديقة. هذا المصنع يعد إضافة إلى الجهود اللي تقوم فيها حكومة مملكة البحرين لتشجيع وتنمية الصناعة بسبب الدور اللي تلعبه هذه الصناعات في تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى خلق الفرص الوظيفية النوعية لمواطنين مملكة البحرين. طبعا المنتجات اللي يقدمها المصنع اليوم لا شك في أنها تلعب دور كبير في ظل الظروف الراهنة، ونتطلع إلى العمل مع القطاع الصناعي ككل علشان نقدم الأفضل، لأن في نهاية اليوم مثل ما قال صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن لا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية. افتتاح هذا المصنع جاء تلبية لاحتياجات السوق المحلية من أهم المنتجات التي يتطلبها المستهلك، ولعل من أبرزها وفي هذا المقام تحديدا التوجه نحو إنتاج مواد التنظيف الكيميائية ومنتجات العناية الشخصية ومعقمات الأيدي وغيرها الكثير. المصنع هو مصنع معقمات خاص بالمعقمات وإنتاج المنظفات أيضا، لنا نظرة مستقبلية وحالية هو تغطية السوق المحلي والأسواق الخارجية. طبعا نحن نشيد بعلامة صنعة في البحرين، من خلال هاي العلامة نشعر بوجود رح يكون لنا دعم قوي بشار منتجاتنا داخل البحرين وخارج البحرين بالأسواق، كما أن المصنع رح يوفر فرص عمل عديدة جدا في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضا، وهذا رح يكون دعم للاقتصاد أيضا داخل البلد. هذا المصنع جاء ليؤكد للعالم بأن البحرين قادرة على مواجهة الصعاب كافة بحزم ثابت وبعزيمة عالية، فالقائمون على هذه المنشأة يعملون على تلبية السوق المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات للخارج حاملة شعار صنع في البحرين. يأتي افتتاح هذا المصنع في هذا التوقيت الذي يواجهه العالم في تحدي جائحة كورونا، ليؤكد على أن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد مزدهر قادر على وضع علامة الصناعة في البحرين على خط الإنتاج العالمي. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.